انت ما تعرفش انا بحبك قد ايه، ده انا اغانيك دي معايا طول النهار، اصحى من النوم شعبان عبد الرحيم، المغرب شعبان عبد الرحيم، بالليل الحمام امساك شعبان عبد الرحيم، يعني انا بعشقك وبحب كل اغانيك. وحشني والله العظيم، ربنا يكرمك يا عم شعبان. ربنا يكرمك. مش انت اللي بعت لي؟ انت اللي بعت لي ايه؟ دي برضه المسرحيه الرابعه اللي بينا وبين بعض ومش حافظ فيها. يعني اعمل فيك ايه؟ والله انا زهقت. انت اللي بعت لي دي كانت مسرحيه تانيه اسمها دوري مي فاصوليا، احمد لبياري وسمير غانم. طب ما دي برضه احمد لبياري وسمير غانم. بس ما فيهاش انت اللي بعت لي. طب مش انت اللي بعت لي؟ ورحمه امي منى. ما هو مش كل مسرحيه كده يا عم شعبان. لا والله. طب اخلص عم طلت عشان نشوف شغلنا. اخلص ايه؟ انا خلصت كلامي خلاص. انت كده الدور عليك انت تتكلم. طب ما تقول الكلام وانا ارد عليك عم طلت. اقول ايه؟ انا خلصت. والله العظيم خلصت كلامي. يعني خلينا انت اللي بعت لي. ما انا حتلكش، ما فيهاش انت اللي بعت لي دي. طب قول الكلام. اقول ايه؟ اقول اي حاجه؟ الكلام اللي احنا عاملين بنرفع عليه يا عم. يا عم غني انت بس. وبعدين وبعدين بقى مش كل مره على كده يعني. بتعمل ايه؟ يا عم الملائم مشي بيلحق الاتوبيس مشي في المدينة. انا عم طالع جايب ملائم معايا. هاتوا يا عم ابوس ايدك. يا عم الملائم اهو. ده ملائم ده شكله محامي. وهو جايب عنده قضية الصبح. يلا يا عم وحياة ابوك خلصني عايز امشي. وحياة ابوك الراجل ده قرفني في كل مسرحية. ربنا يكرمك ابوس ايدك. قول له كلامه عشان نخلص. يلا يا عم. يابا قول له كلامه. انا 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 أبا أب. أنا عرفت اللي أنت فيه ده من إيه. طب بص قول له خليه يقرا الكلام. الكلام اللي هيقوله خليه يقراه. أنا؟ أبا مش أنا هو. هو. أنا 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 أبا أنا. قول له. خلاص يا عم كتر خيرك. يا عم مش اسمك وحيد؟ كتر خيرك بالسلامة. لا ايه؟ هو اللي يقول لك؟ قول له ايه؟ قول له يخلع. خلاص روح انت وحيد. فلوس انت عملت حاجة؟ هنقول لهم ان شاء الله يدوا لك بره. يلا يا نادر. انا تعبت والله العظيم. ما تبقاش تمثل، طب غني بس. يعني المنتج يقول لك تعالى مسرحيه اقول له اغني بس عشان ما اقربش زمايلي اللي معايا على المسرح. انا ما بعرفش امثل. لا ما بتعرفش تمثل. يعني انت اللي بتعرف تمثل يا عم طلعت. لا ما بعرفش امثل. انا امثل لك تمثيله دلوقتي وتقول تمثيله اسمها تمثيله. امثل لك تمثيله. مثل لي تمثيل. اتفضل مثل لي تمثيل. أعرفها بقى دي. أعرفها. ده نجار ده ولا إيه؟ لا ده جزماري. جزماري. طب اعمل حاجة تانية. دي واحدة ما عرفتهاش. أهو صح أنت صح. دي مصر كلها عارفاها دي. مصر كلها عارفاها. إيه دي؟ تاريخك المنيل. سؤال عايزه الشعبان. انا تعبت مش هينفع كده يا عم طارق قول لي انت عايز استاذ